عنوان الحلقة حمى نادي المعجبين. كيف حالكم؟ صوتك هل أنت بخير اليوم؟ أمشي إلى حفلة سوباسا في المسرح الكبير مع نادي المعجبين. سأبقى أحبكم دائما. لقد كان حفلا جميلا ومذهلا. وأنا أيضا كنت أرغب في حضور الحفل. وأنا لقد كان حفلا مدهشا. أعجب الأطفال إعجابا كبيرا بالحفل. كانت الأغاني ممتعة ورائعة. سوباسا هي أشهر مغنية لأغاني الأطفال والجميع يرغب في حضور حفلها. انظرا، هذا شعار نادي المعجبين. دعنا ننظر. أليس هناك شيء آخر تتحدث به يا سونيا؟ ترى ما الذي أغضبه؟ لم أقل شيئا يزعجه. ولد غريب. أرغب في الانضمام إلى نادي معجبي سوباسا. مذهلة. لقد أتى العملاق يا نوبي. يبدو أنك منزعج. سأقول الحقيقة، أشعر بالغيرة. إيتوت سوباسا مغنية وأنا أيضا مغني. ما الذي يعجب الأطفال بمغنية عادية؟ ولماذا تمتلك ناديا للمعجبين وأنا لا أملك يا نوبي؟ أنت يا علاق، ماذا قلت؟ أنا أمتلك خبرة طويلة بالغناء وتأليف أغاني الأطفال، إذا لماذا لا أملك ناديا للمعجبين يهتفون لي عندما أغني؟ أنا مثير للسباق. أتفهم الوضع يا علاق. ما العمل؟ احرص نفسك. أنت تبكي معي يا نوبي. يا لك من صديق وفي ومخلص. أرجوك أعطني شيئا ما كي يكون لي ناديا للمعجبين. لا أظن أن تشكيل نادي المعجبين سيتم بسهولة يا دورايمون. أعلم هذا يا نوبي، ولكنه ألح علي كثيرا. شعار نادي المعجبين. لنرمي الشعارات في المدينة. ماذا؟ كم هو جميل. ما هذا؟ جميل جدا. سأرسل إشارة إلى كل من يملك الشعار الذي رميناه، ولن يستطيع أحد تجنب الإشارة. حقا؟ سأرسلها لكي ينضم إلى النادي. ترى إلى أين نذهب؟ ولماذا نذهب في هذا الاتجاه؟ سنقوم الآن بتشكيل نادي للمعجبين. ها؟ ومن الذي يريد تشكيله؟ إنه نادي معجبي العملاق. عليكم الانضمام إلى النادي الآن. ومن سينضم إلى نادي العملاق؟ هيا أجبنا. حسنا إذن. هذا كله بسبب الشعار. لا يمكنكم نزع هذا الشعار أبدا بعد أن تضعوه، لذا لا تتعبوا أنفسكم. لدينا الآن 15 عضوا. عدد الأعضاء قليل. العدد ليس بالأمر المهم يا عملاق، المهم تشجيعهم لك عندما يأتون للاستماع. البداية تكون هكذا.
هؤلاء الأولاد سيعجبون بغنائي. ترى هل سيصرخ المعجبون عندما يرونني في الطريق ويهتفون لي؟ أظن أنهم سيفعلون. هل سيطلبون إلي أن أعطيهم توقيعي؟ ربما أقصد أنهم سيطلبون ذلك. حسنا، سأمشي في المدينة. أين المعجبون بالعملاق؟ هو ذا، إنه أحدهم. عليه ألا يفعل. ما الفائدة أن يجري نحو أحد معجبيه وهو يصرخ؟ هل أنت أحد أعضاء نادي المعجبين بي؟ هذا صحيح. أتريد توقيعي؟ ربما في مرة قادمة. دعيني أتردد، سأوقع لك. ماذا ستفعل؟ هذا واجبي تجاه المعجبين، سأوقع لك. هي تصرف بخلاف الموقف. واصل تشجيعك لي. لقد اشتريت هذا الدفتر منذ قليل. لقد شعرت بأن سونيو محبط جدا. لم أشعر بأنه متحمس وهو لا يريد أن يراني. هكذا إذا. يبدو أنه يجب علي رفع تأثير الموجات قليلا. انظر إنه العملاق. الفتى المميز. حسنا حسنا، اصطفوا الآن. شكرا لك. أبذل جهدك يا عملاق، نحن نشجعك دائما. شكرا لك. عذرا. هلا وقعت لي على هذا القميص. أجل، لا بأس بذلك. هذا رائع. أنا أحظى بسهولة كبيرة. علي منذ الآن أن أرتدي النظارة. من الرائع جدا أني أصبحت مغنيا. لم أتوقع أن أحدا سيحبني. المهم الآن أنك حصلت على نادي المعجبين الذي تريده يا عملاق. لهذا أشعر بأن علي أن أرد الدين إلى جميع المعجبين، ولهذا قررت أن أقدم حفلا موسيقيا كبيرا. لقد اختفى الناس منذ أن وضع ملصق الحفل. خسرت شعارات نادي المعجبين أمام صوت غناء العملاق المزعج. لن نستطيع بيع التذاكر أيضا. ماذا تقول؟ لم تبع تذكرة واحدة منها. إن لم تبع التذاكر فسأشبعكما ضربا، أفهمتما؟ كما تريد. ما العمل الآن يا دورايمون؟ حسنا، تعال معي. علينا أن نقوم بتوزيع الشعارات على مساحات أكبر ونعيد بث الموجات من جديد. لقد انتهينا. تمكننا من بيعها أخيرا. لقد عدت يا نوبي. أهلا بعودتك يا أمي. ما الأمر يا بني؟ كان هناك مجموعة كبيرة من الأطفال يصرخون. مع أن الحفل سيقام غدا. إنهم يريدون الحصول على أماكن جيدة. العملاق.
العملاق راضيا الآن بناديه. هذا جيد جدا. ولكن هذا يعني أننا سنضطر غدا إلى سماع غناء العملاق طول اليوم يا دورايمون. محق. نوبي دورايمون. يا إلهي إنه منهار. هل ألغيت نادي المعجبين يا دورايمون؟ إنهم مخيفون. ما الذي حدث؟ لا أدري، ولكن يبدو أن يوم غد سيمر من غير أن نستمع لغناء العملاق.